وللمزيد ينضم إلينا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، بعد التحية، إذن آخر التفاصيل عن هذه المستجدات واستمرار القصف بالقذائف المدفعية. نعم، تحياتي لك في البداية. ربما آخر التحديثات أن حزب الله ذا قبل قليل عملية من الجنوب اللبناني استخدم فيها سرب من المسيرات الهجومية تجاه موقع خربة ماعر الذي يقع في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني. وأكد حزب الله أن هذه العملية جاءت ردا على استهداف المدنيين في منطقة العباسية، وذلك في إشارة إلى العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس والتي أسفرت عن سقوط 17 مصاب في قضاء صور في القضاء الغربي من الجنوب اللبناني، في أعلى حصيلة استهداف من المصابين أو في أعلى استهداف وسقوط للمصابين في ضربة إسرائيلية واحدة في الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات. أيضا نفذ الحزب عمليتين من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها أحد المواقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وعملية أخرى في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط وتحديدا تجاه موقع أو محيط موقع المالكية. فبالتالي هناك ثلاث عمليات نفذها حزب الله منذ صباح اليوم وحتى الآن. في المقابل وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الجنوب اللبناني، حيث قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق سلسلة من القذائف المدفعية على وسط بلدة الخيام هنا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أيضا أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وأيضا استهدفت أطراف عدة بلدات في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. ولكن تبقى العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة أطلقت صاروخا على سيارة في بلدة جديدة مرجعيون، تبقى هذه العملية بلا رد، وخصوصا أنها أسفرت عن سقوط قتيل وتسعة مصابين حتى الآن، من بينهم إصابات خطرة، ربما هناك حالة حرجة في المستشفى ولا تزال تتلقى العلاج حتى الآن، ولكن كانت قد أصيبت بتوقف في القلب، وأسفرت عمليات الإنعاش عن عودة القلب مرة أخرى إلى النبض، ولكن لا معلومة مؤكدة حتى الآن ما إذا كان سيستمر على قيد الحياة أم سيفارق الحياة جراء هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ولأول مرة بلدة جديدة مرجعيون، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين ضحايا جراء لهذه الغارة. وبالتالي الرد على هذه العملية التي حدثت بالأمس في جديدة مرجعيون قد يأتي من الجنوب اللبناني خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يرفع حالة الترقب والحذر على طول الحدود اللبنانية الجنوبية. نعم، من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.